صباح الخير، معاكم النهارده كابتن ناهد البربري، برنامج عيشها صح. النهارده هنعمل تمارين عن اكسرارج. هنبدا التمرين الاول، ايديا بتبقى بالشكل ده كده، 1 2 3 4، 1 2 3 4، 1 2 3 4. تاني هنعيد التمرين 3 مرات، 2 1 2 3 4، 1 2 3 4، قدام 2 3 4. نبدا التمرين الثاني بالشكل دوت، ايديا رجليا مفتوحه وماسكه دمبلز في ايديا، والايد الثانيه بالشكل ده، 1 2 3 4 5 6 7 8. هبدل الناحيه الثانيه، 1 2 3، محمله على رجلي، 4 5 6 7 8. هنعملها كمان مرة، 1 2 3 4 5 6 7 8. رجلي الثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8. نكرر التمرين من 2 لـ4، وبعد كده نزود حسب ما اقدر عليه. هنبدا التمرين الثالث بالشكل ده، بثني الركبه وافرد، بثني وافرد، بثني وافرد، 8 عدات برضو، 4 5 6 7 8 9. الرجل الثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 عدات كل مرة. هنعيده كمان مرة، 1 2، نحاول ننزل شوية بالركبة لتحت، 3 بس مش قوي، 4 5 6 7 8. كمان مرة بإيدي الثانية، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعمل التمرين الرابع مع بعض بالشكل ده، الرجل دي متنية والرجل دي مفرودة، الدمبلز على الرجل، هرفع رجلي فوق، 1 2 3 4 5 6 7 8. هريح رجليا وايديا واروح على الناحية التانية بالشكل ده، هاتني رجلي برضو وهطلع، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنعيد التمرين كمان مرة، كل تمرين بنعمله من 3 مجاميع لـ4 مجاميع، بس احنا بنحاول نوريكم التمرين 2 عشان تعرفوه وتقدروا تجربوه معانا. 3 4 5 6 7 8. الناحية التانية، 1 2 3 4 5 6 7 8. هنبدأ مع بعض التمرين الخامس، احنا نايمين بالشكل ده، وباخد رجلي كده وارجع، رجلي كده وارجع وارجع بالشكل ده. لو مش قادر بحاول احط اسند رجلي على اي حاجة عالية، ممكن كرسي، واثبت واقوم بصدري وارجع تاني، 8 عدات، وبريح افرد ظهري. وكرر التمرين كمان مرة بالشكل ده، 1 2 3.